السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بعرض حول التطور ونتائج الحوار الذي تم مع ممثلي الهيئات المهنية يوم أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018 بمقر الوزارة، أي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، حيث أبرز في البداية أن الهيئات التي المهنية في المجال ديال النقل والتي حضرت بشكل مكثف، بحيث أن الحضور كان حوالي 200 يمثلون 120 هيئة مهنية اللي كانت حاضرة في الاجتماع التي تشتغل في المجال ديال النقل. وأنه على ضوء ذلك تم الاتفاق على ثلاث نقاط. الأولى وهي التي تم تأكيدها والالتزام بها اليوم بالنسبة إلينا كحكومة وليس فقط الوزارة، أولا مراجعة الحمولة ديال الشاحنات وفق مخرجات لجنة تمثل فيها كل الهيئات الحاضرة في هذا الاجتماع ويرأسها السيد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، وأنه في انتظار مخرجات عمل هذه اللجنة والتي ستجتمع في أقرب الأجل سيتم التعامل بكل المرونة المطلوبة مع الحمولة الزائدة في حد أقصى 30%. وهذا القرار سبق أن اتخذ في حكومة سابقة المراجعة ديال الحمولة. ثانيا فيما يتعلق بالدعم المهني لمادة الغازوار، ستنكب لجنة يرأسها أحد الفاعلين المهنيين بشراكة مع الوزارة من أجل تقديم مقترح عملي تباشر الوزارة مناقشته مع القطاعات الحكومية المعنية من أجل اتخاذ القرار اللازم. ثم ثالثا بالنسبة لبطاقة السائق المهني لجميع الأصناف، يعفى السائقون المزاولون حاليا من دفع تكاليف التكوين وهي تقدر بحوالي 8000 درهم، ستعمل الوزارة على تحملها. وأنه بعد هذا الاجتماع اللي كانت فيه هذه القرارات الثلاث تم التصويت على رفع الإضراب، وكان هنالك قرار الهيئات المهنية مهنيون الذين حضروا في الإجماع بتصويت بالإجماع، بحيث أنه كان هنالك تصويت، وأن الحكومة اليوم بعد مدارسة نتائج هذا اللقاء قررت الالتزام بنتائج الاتفاق، أن نلتزم بنتائج هذا الاتفاق، مراجعة الحمولة، دراسة الموضوع ديال الدعم المهني لمادة الكازوال والإعفاء من دفع تكاليف التكوين بالنسبة للسائقين المزاولين حاليا وأن تتحملها الوزارة. ثلاثة ديال القرارات قررنا الالتزام بها، وندعو الجميع إلى الالتزام بما اتفق عليه في ذلك اللقاء. والأمر هنا يتعلق بموضوع الذي كان يعني موضوعا للتصويت وجرى فيه القرار بالإجماع وهو رفع الإضراب.